لي بتطلعي معنا على الغطس؟ فقلت لهم لا، وكيف بدي اشوف. قال جبانه، انت جبانه ما بتخافي. فانا ما حبيت يقول عني جبانه، فقلت لهم بلا بنزل. قال لي بس نحن نازلين على 40 متر. أوكي. قلت له بنزل. وكنا صرنا نايت دايف، يعني تقريبا كانت رح تصير نايت دايف، يعني رح تصير تقريبا كانت الساعه 7 او 8. قال لي رح روح جيب لك بدله واكسجين، ما تتحديني. قلت له بتحداك ورح انزل. في عنا بمنطقه ببيروت في سفينه غرقانه على ال 40 متر اسمها كارغو. فانا وقت نزلت وصرت شوف هيك البحر وفي ضوء، خفت كثير. وانا فايته بتحدي، صرت انا ونزلي على الحبل، لانه احنا بننزل على الحبل 5 متورة 4 متورة بتوقف بتاخذ اكسجين بعدين بتنزل. فانا صرت اطلع بس باصبعي، بس باصبعي وبالحبل، خايفه اطلع هيك. صرت احس انه بده يجي قرش وتمه هيك مفتوح ويعضني. فقلت لا، انا ما رح اطلع وبدي التحدي خلصه. فانا ونازله وفي شيء بالبحر اسمه سكره البحر، يلي هو الضغط المي اللي على الدماغ. انا وصلت على السفينه قلبت ساعدين. صرت عربش على السفينه ومبسوطه وعدي خور وفوت بين القوات، صاروا يلحقوني وخايفين، لانه بالغطس لازم تضلكم حد بعضكم، لانه ممكن ياخذك البحر وتروح على 100 متر وانت ما بتعرف. فصار اللي معي هيك يمسكني ويعمل لي انه روقي وهيك، وطلعت. بعد ما طلعت هيك كنت انه انا ام فيري براود اوف ماي سيلف انه انا عملتها. الله. نحن